قطعت سعاد على دراجتها الهوائية مسافة 2.4 ميل من المنزل إلى المدرسة، ومن ثم 1.5 على 8 ميل إلى منزل صديقتها، فما مجموع الأميال التي قطعتها سعاد؟ إذن نبدأ أولا بأنها قطعت 2.4 ميل، ومن ثم قطعت 1.5 على 8 ميل. إذن هنا عبارة عن جمع أعداد مختلطة مكونة من أعداد صحيحة وكسور. نبدأ أولا بجمع الأعداد الصحيحة. لدينا هنا الاثنان، ولدينا هنا في العدد الثاني لدينا الواحد، ونجمعهما. دعونا أضعها بهذا الشكل، 2 + 1 = 3. ماذا أفعل الآن؟ الآن أقوم بجمع الكسور، وإذا (+/-)÷ 5/8. ولكن لأجمع الكسور يجب أن أوحد المقامات، وهنا المضاعف المشترك الأصغر بينهما هو 8. إذا سنوحد المقامات إلى العدد 8 لأنه المضاعف المشترك الأصغر ما بين العددين 4 و8. إذا هنا يصبح المقام 8 وهنا 8. من الواضح أن هنا 5 تبقى كما هي، إذن 5/8، بينما هنا تصبح الربع يصبح 2/8، كون أننا ضربنا 4 في 2 لتصبح 8، و1 نضربها في 2. إذا لدينا 3 + 2/8 + 5/8. إذا هنا لدينا 3 + نقوم بوضع المقام 8، ونجمع 2 + 5 = 7. إذن 3 و7/8 سيكون هنا مساويا إلى 3 أميال و7/8. إذن المسافة التي قطعتها سعاد هي 3 و7/8، وهو عدد مختلط لأنه يحتوي على عدد صحيح وكسر. الآن لنحاول أن نحل مسألة أخرى. دعونا نقول أن لدينا 1 + 5/8 + 2 صحيح، و لا أدري ما 4/8. إذن هنا نجمع الأعداد تساوي 3 + 5/8 + 4/8، وكون أن المقامات موحدة هنا تصبح 3 + 9/8. نلاحظ أن هنا من الغريب أن 3 و9/8 هنا أن البسط لدينا أكبر من المقام، أو المقام أصغر من البسط، أي 9 أكبر من 8. إذا يمكن أن يكون هنا عددا صحيحا. إذا ما نقوم به هنا 9/8 نحاول أن نبسطها فتصبح لدي 1 و1/8. إذا هنا لدينا 3 + 1 و1/8. مرة أخرى تصبح هنا 4 و1/8. أنا أردت فقط أن أوضح الحالات الخاصة عندما تنتهي الكسور بشكل غير صحيح. إلى اللقاء.